لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم يوم يقوم الروح والملائكة صفا والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا.
صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله والصلاة والسلام على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار الأخيار. وإذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، ونادى المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. كل عام وحضراتكم بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ونحن في الليلة الثانية وفي الجمعة الأولى من هذا الشهر الفضيل، نعلن افتتاح ملتقى الفكر الإسلامي من مقام سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه. وفي أولى حلقات ملتقى الفكر الإسلامي سنتحدث عن أخلاق الصائمين، ولدينا الكثير من الأسئلة التي سنطرحها على ضيوف هذا الملتقى في حلقته الأولى، ونتشرف بوجود العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف وصاحب الرعاية الكريمة لهذا الملتقى، ونتشرف أيضا بوجود فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضراتكم، وكل عام وحضراتكم بألف خير. والحقيقة معالي الوزير، قبل أن نتحدث عن موضوع الملتقى لهذه الليلة، يعني أرحب بفضلتك وأقول فضلتك ما يقال في البيوت وفي الجوامع من الفرحة العامرة التي أدخلتموها على قلوب المصريين في هذه الأيام المباركة، والعودة الحقيقية وعودة الروح للمساجد من أنشطة مختلفة، من مقارئ، من مجالس لكبار العلماء. يعني الحقيقة يعني فرحة كبيرة جدا نشهدها في هذه الأيام، وعمارة حقيقية لمساجد آل البيت ومساجد مصر بشكل عام. كل عام وفضلتك بألف خير مع الوزير. كل عام أنت بستمر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فأهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا الملتقى أو المنتدى الفكري الثقافي الديني العلمي الدعوي الروحي، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وعما طرحه الأستاذ الفاضل تام عقل من ملاحظته التي نسأل الله أن يتقبلها وأن يتقبل عملنا جميعا وأن يجعله خالصا لوجهه، من الفرحة العامة والإقبال الكبير على بيوت الله عز وجل في هذا الشهر الفضيل العظيم. هذه الملحمة الدعوية إن صح التعبير بطلها الحقيقي هو إيمان هذا الشعب المصري الأصيل. فلو أنك أقمت الدنيا كلها لشعب غير محب لبيوت الله ما قدمت ولا أخرت. ولذا لهؤلاء جميعا، للحضور جميعا، وللمقبلين على بيوت الله والصابرين على الطاعة والعبادة، نقول للجميع: إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. يقينا كل هذه المجموعة وهؤلاء الشباب وهؤلاء الرجال إنما جاءوا محبين طائعين مختارين. وفي هذا نذكر قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم
في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم السكينة ونزلت عليهم الرحمة وزكاهم الله عز وجل في من عنده. يباهي بهم الملائكة: اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: إن فيهم فلانا، تعني ليس على درجتهم في الصلاح والتقوى، أو تعني إن فيهم فلانا المخطئ أو الذي لم يأتي قاصدا أو الذي جلس بأي طريقة ما. فيقول رب العزة: هؤلاء الصالحون لا يشقى جليسهم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ويقول سبحانه لنبينا صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوما يجلس مع أصحابه مجلس علم، فجاء ثلاثة نفر. أما الأول فوجد فسحة في المقدمة فأصرع فجلس دون أن يفكر في شيء من إلا الجلوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى درس العلم. أما الأول فوجد فرجة أي فسحة فأصرع كالسهم. وأما الثاني فاستحيا أن ينصرف فجلس خلف الصفوف. وأما الثالث فانصرف. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال: ألا أنبئكم أو ألا أخبركم بحديث النفر الثلاثة؟ أما الأول الذي ما أن وجد فسحة حتى أوى إليها، الذي يسعى إلى دروس العلم وإلى بيوت الله، أما الأول فآوى إلى الله فآواه. أما الأول فآوى إلى الله فآواه. وأما الثاني الذي استحى وجلس، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، أي استحيا أن يترك العلم وينصرف فاستحيا الله أن يرده فقبله. وأما الثالث فأعرض الله عنه. وها نحن بعد ما يزيد على ساعتين من صلاة العشاء، ما زالت هذه الطائفة المؤمنة من الرجال والشباب تحبس نفسها في بيت الله. ما الذي يحبسها وما الذي يمنعها؟ حديث نبينا صلى الله عليه وسلم حيث يقول: من صلى ثم جلس في مكانه الذي صلى فيه لا يمنعه أن ينقلب إلى بيته إلا الصلاة فهو في صلاة. ويقولون: المؤمن في المسجد، المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، حياته فيه وروحه فيه، لا يريد أن ينتقل عنه إلى غيره وإن طال به الوقت. والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص. هناك من يأتي مبكرا يحرص أن يكون أول داخل إلى المسجد وآخر خارج منه. هؤلاء هم المؤمنون، ورجل قلبه معلق بالمساجد ينتظر الصلاة بعد الصلاة. والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص. فما أجلس هؤلاء
إلا حب الله وحب رسول الله وحب المساجد. نسأل الله أن يجعلنا منهم. هذا الإقبال الكبير ليس في هذا المسجد وحده، وإنما في عموم مساجد مصر، يؤكد على معدن هذا الشعب الأصيل المحب لدينه المستمسك بكتاب ربه وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يدفعنا إلى مزيد من العمل لنكون في خدمته وفي خدمة بيوت الله عز وجل. لأول مرة هذا الملتقى يقام أولا داخل المسجد، وله بركة، بركة المسجد. فالدرس العلم طاعة، والمكس في المسجد طاعة أخرى. وإذا كان رمضان شهر الاعتكاف فهناك الاعتكاف الكلي في العشر الأواخر أو ما شئت من الشهر، ويمكن لك أن تنوي الاعتكاف الجزئي متى وكست في المسجد، فتأخذ نية الاعتكاف ونية المكس في المسجد ونية دروس العلم ونية الصلاة ونية سماع القرآن الكريم. هذا الملتقى في هذا التوقيت لا يقام في هذا المسجد فحسب، وإنما يقام بالتوازي في جميع المحافظات لأول مرة في جميع محافظات مصر مع ملتقى الواعظات أيضا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل هذا العمل. والحقيقة قبل أن أختم هذه المداخلة الأولى، أرحب بأخي الأستاذ الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة، سائلا الله أن ينفع به، وبفضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاووطي وبالمبتهل الشيخ الصهاجي وبحضراتكم جميعا. ونشكر الهيئة الوطنية للإعلام ممثلة في قناة النيل الثقافية التي تحرص سنويا على نقل هذا الملتقى لعموم النفع، سائلا الله عز وجل أن يتقبل من كل من أسهم في خدمة دينه وفي خدمة وطنه وفي العمل على إدخال البهجة والفرحة وزيادة الوعي والحس الإيماني في هذا الشهر الكريم. قبل رمضان ماذا كنا نقول؟ اللهم بلغنا رمضان، وها قد بلغك الله واستجاب دعائك، فأر الله من نفسك خيرا، فإنه إن مضى ربما لا تدركه. بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نغتنم هذا الشهر الكريم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فنؤكد على أمرين: جاءتك الفرصة فاغتنمها، والعياذ بالله أهل النار وأهل الشقاء كل منهم يود ويتمنى أن لو أعطي الفرصة، وها أنت قد دعوت فاستجيب لك وأعطيت الفرصة، فأي الله من نفسك خيرا ولا تؤجل. الأمر الآخر، بعض الناس ربما لا يستجمع الهمة إلا في العشر الأواخر وفي ليلة القدر. عليك أن تدرك أنه ما من ليلة، ما من ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم إلا ولله فيها عتقاء من النار. ونكاد نجزم بأنه ما من أحد يقف بصدق على باب الله 30 ليلة بصدق يصوم حق الصيام ويقوم حق القيام راجيا أن يكون من العتقاء فيخزل. ما من ليلة إلا ولله فيها عتقاء من النار. من يدري لعل هذه الليلة
نسأل الله أن نكون من أهلها، وأن نكون في هذا الشهر الكريم من العتقاء من النار. اللهم إنك قد أكرمتنا وبلغتنا رمضان، فأعنا على صيامه حق الصيام، وعلى قيامه حق القيام، واجعلنا فيه من أهل القرآن من الركع السجود، وتقبل أعمالنا يا رب العالمين. يا رب العالمين. ونشكر فضيلتك فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وخاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. والحقيقة هذا سؤالي لفضيلة الدكتور أحمد حسين. يعني معالي الوزير فتح لنا أبواب كثيرة جدا من أبواب الخير، ولدينا يعني حالة من اغتنام هذه اللحظات وهذه الأوقات المباركات، هذه الأوقات المنفوحة بالكثير من الخيرات، ولكن كيف نتحلى بأخلاق الصائمين فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين؟ شكرا تامر بي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. يطيب لي في بداية هذا الملتقى الفكري أن أتقدم بوافر الشكر إلى معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذا الجهد والجهد غير المسبوق في ربوع مساجد مصر. أينما يممت وجهك تجد مساجدنا عامرة بالثقافة والدعوة، عامرة بروادها. جهد نشهده ونشهد عليه، نعيشه ونشارك فيه، خصوصا في هذا الشهر الكريم شهر رمضان، وهذا الملتقى الذي يعقد في عواصم محافظات الجمهورية. لم يكن أنموذجا فريدا هنا ملتقى الفكر الإسلامي كعادته السنوية في القاهرة في مسجد مولانا الإمام الحسين، لكن في كل مساجد مصر الكبرى. طوبى للصائمين، وهنيئا للعباد والقائمين. إنها مناسبة طيبة، ودعوني أبدأ من هنا لنستحضر شرف المكان وشرف الزمان وشرف الصحبة. أما شرف الزمان فشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أما شرف المكان فمن داخل مسجد مولانا الإمام الحسين ابن علي رضي الله عنهما. وأما شرف الصحبة فهذه الوجوه النيرة من العلماء، علماء وزارة الأوقاف ومحبي مولانا الإمام الحسين، والصائمين والقائمين والعباد والذاكرين والمصلين، نجتمع في هذا المكان لنبدأ من هنا ملتقى الفكر الإسلامي. وملتقى اليوم الدرس الواجب علينا أن نتعلمه: ماذا نفيد من الصيام؟ ماذا نفيد من العبادة؟ درس مهم أيها السادة، ينبغي أن نقف عنده وأن نستوعبه وأن نتعلمه. ما شرع الله العبادة إلا للإصلاح، إلا لإصلاح الإنسان. قل معي مرة ثانية: ما شرع الله العبادات إلا من أجل صالح الإنسان. وصالح الإنسان في أن يتعامل بخلق حسن مع أخيه الإنسان. انظر مثلا في أولى
عبادات الإسلام المفروضة الصلاة. لماذا تصلي؟ لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وما الفحشاء والمنكر؟ هما ما فحش وما استنكر من كل قول وعمل وسلوك يضر بالنفس أو يضر بالغير. الصلاة إن لم تكن كذلك فقدت ثمرتها، فقدت أهميتها، فقدت ما يترتب عليها هذه الصلاة. ثم تلي بعد ذلك فريضة الزكاة. الله عز وجل يقول لنبيه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ويذكرنا ربنا هنالك في سورة البقرة بأن الصدقات إن لم تكن مرادا بها جبر الخواطر وإدخال السرور على الناس، وأن نربط على قلوبهم وأكتافهم وأن نتودد إليهم، لا فائدة منها. بل القول المجرد الذي يعطف على النفوس ويريح القلوب خير من الصدقات التي تكسر القلوب. يقول ربنا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. نعم، الصدقة التي تؤذي لا قيمة لها، لا فائدة منها. التي يتيه صاحبها على الناس يكسر قلوبهم، يظهر فاقتهم، يظهر استعلاءه عليهم، تفقد ثمرتها هذه الزكاة وهذه الصدقات. ثم يأتي بعد ذلك الصوم: كتب عليكم الصيام، في نداء المؤمنين في مفتتح آيات الصيام: كما كتب على الذين من قبلكم. عبادة قديمة على كل الأمم، ما فائدتها؟ لعلكم تتقون. واستمعنا إلى قارئنا الكريم يشنف أسماعنا، مولانا الشيخ القارئ المقرئ شيخ عبد الفتاح الطاروطي، يقرأ علينا من سورة النبأ: إن للمتقين مفازة. من هم المتقون؟ إن المتقي في أبسط معنى للتقوى الذي يجعل بينه وبين مؤاخذة الله وقاية، ولا تكون هذه الوقاية إلا بحسن الأخلاق، إلا بحسن معاملة الغير، إلا بإخلاص العبادة لله. ثم يأتي بعد ذلك الحج الذي هو أشهر معلومات. يقول لنا ربنا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج سفر وحل وارتحال ومشقة، وبالسفر تتغير أخلاق الرجال، وبه تعرف مكارم الكرماء وشيم الرجال. وعندئذ ربما لا يجد الإنسان من نفسه صبرا على أن يكون حسن الخلق، ربما يسوء خلقه، يعلو صوته، يعني يؤذي صاحبه، ينال منه. الله يذكرنا ويقول: إن هذا الحج لابد وأن تحفظ فيه لسانك، وأن تحفظ فيه جوارحك، وأن تحفظ فيه سلوكك، وأن تحفظ فيه علاقتك بالناس، فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه عبادات الإسلام وشعائره المفروضة، فائدتها وثمرتها حسن العلاقة مع الناس. من هنا لا بد وأن نخرج من هذا الدرس من الصوم ومن الصلاة ومن الجلوس في المسجد أحسن تعاملا مع الناس. يقول سيدنا الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لأن يصحبني جاهل حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني عابد سيء الخلق. لماذا؟ قال: لأن الأحمق حسن الخلق إذا حسن خلقه تحبب إلى الناس وخف عليهم فأحبوه، وأما سيء الخلق يثقل على الناس فيبغضوه. إلى هذا الحد. وتعالوا إلى هذه الحكمة التي أزجاها لنا بيت النبوة. سيدا شباب أهل الجنة أبو عبد الله سيدنا الحسين مع أخيه الحسن، كان سيدنا الحسين يكسر عطاء الشعراء، يكسر عطاياهم، فكلمه أخوه الحسن في هذا
فانظر بماذا رد عليه، يعني لماذا تكسر العطايا إلى هؤلاء الناس؟ فرد عليه سيدنا الحسين قائلا: أنت أعلم يا أخي أن خير المال ما وقي به العرض. انظر إلى الرقي في الخطاب، أنت تعلم، أنت تعلم، خاطبه بإثبات العلم له، هذا رقي في المعاملة، لم يقل له أن أفعل هذا وهذا وأنت لا تعرف هذا، لا، أنت أعلم أن خير المال ما وقي به العرض. وحدث بينه وبين أخيه الحسن كلام، فقال له بعض جلسائه: ألا تكلمه؟ تذهب إليه وتكلمه؟ قال: لا، لأني سمعت جدي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يكون بين اثنين من كلام فيطيب أحدهما الآخر إلا كان سابقه إلى الجنة. لو كان بين اثنين كلام يعني سوء فهم، فيبدأ أحدهما بالاعتذار بتطيب الخاطر إلا كان سابق صاحبه إلى الجنة، وأنا لا أريد أن أسبق أخي الأكبر الحسن إلى الجنة. فسمع سيدنا الحسن هذا الكلام فجاء من ليلته وصافح أخاه سيدنا الحسين صلى الله وسلم على جدهما، ورضي الله تعالى عنهما ونفعنا الله بهما وحشرنا الله في زمرة آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. السلام، بس تشكرك فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين. والحقيقة لابد أن نذكر حديث المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وعندما نتحدث عن العبادات ونتحدث عن أخلاق الصائمين، نتحدث عن أمور ليست فقط مقتصرة في العبادة فقط، وإنما هناك أخلاقيات لابد أن يتحلى بها العبد المسلم. قبل أن نختم هذا اللقاء مع معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، لدينا مجموعة من المداخلات. لدينا مداخلة من فضيلة الدكتور أسامة فخري الجندي، مدير عام شؤون القرآن بوزارة الأوقاف المصرية. تفضل معالي الدكتور. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأهل العلم هم خلاصة الوجود، وهم أمنة الله على خلقه، وهم الذين يحفظ الله بهم هذه الأمة من الزيغ والضلال. فما من خير في هذا الوجود إلا وأصله ومنبته من العلم، وما من شر في هذا الوجود إلا وأصله ومنبته من الجهل. ومن براعة الاستهلال أن يبدأ مرتقى الفكر الإسلامي بالكلام عن مكارم الأخلاق، فالشكر موصول لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه البراعة الرصينة، لا سيما وأن رسول الله أيضا جانب الأخلاق، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. والشرع الشريف كما أشار أستاذنا الدكتور، العبادات ترتبط ارتباطا وثيقا بالجانب الأخلاقي، وهذا يؤدي إلى أن البناء يرتبط ارتباطا وثيقا بالأخلاق، البناء والتنمية والحضارة والإتقان، كل هذه الأمور ترتبط ارتباطا وثيقا بالقيم الأخلاقية. وإذا كانت الغاية من الصيام التقوى، فالتقوى
هي وقف القلب لله سبحانه وتعالى. ومعنى أن يكون القلب وقفا لله أن الجوارح تستمد طاقتها وتصرفاتها من هذا القلب، فيكون الإنسان صانعا لكل خير ولكل جمال. شكرا فندم. أخري، ولدينا أيضا مداخلة مع دكتور خالد صلاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأستاذ الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية، الأستاذ تام العقل، السادة الحضور، كل عام أنتم بخير. اسمحوا لي أن أقسم المداخلة إلى شكر وسؤال. الشكر موصول دائما لمعالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على رعايته لهذه الخطة الدعوية الغير مسبوقة في وزارة الأوقاف، والتي أعادت الروح الدعوية والثقافية إلى المساجد مرة أخرى بكثرة الأنشطة التي تقام بها. وحتى لا أطيل، اسمحوا لي أن أضرب مثالا على هذا الكلام بمسجد مولانا الحسين، والذي يقام فيه في هذه الأيام الملتقى الفكري الإسلامي، والذي يضم مجموعة من رجال الفكر والثقافة بجمهورية مصر العربية، كما يقام أيضا الملتقى الفكري للواعظات بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، كما يقام هنا في هذا المسجد العامر بذكر الله مجلس الحديث، والذي يضم مجموعة من كبار رجال علماء الحديث بجمهورية مصر العربية، يشرحون كتاب الموطأ ويعطون إجازة للحاضرين أو طلبة العلم الذين يحضرون هذا المجلس. كما يقام هنا في مسجد مولانا الحسين مجلس الفقه، والذي يضم مجموعة من كبار رجال الفقه بجامعة الأزهر الشريف. كما يقام مجلس الإفتاء كل يوم سبت للرجال، ومجلس إفتاء للسيدات. كما تفرد هذا المسجد بإقامة مقرأة كبار القراء، التي تضم مجموعة كبيرة من قراء القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي، سواء قراءة القرآن برواية حفص عن عاصم، أو قراءة القرآن برواية ورش، ولأول مرة تقام مقرأة عامة في جمهورية مصر العربية برواية ورش عن نافع، كما تقام مقرأة خاصة مجودة لكبار القراء بجمهورية مصر العربية. وهذا العام تفرد هذا المسجد أيضا بنقل صلاتي العشاء والتراويح على الهواء مباشرة عبر أثير قناتي الحياة والناس. فأشكر معالي الوزير على هذا الجهد، الذي أسأل الله عز وجل أن يكافئكم عليه إن شاء الله. سؤالي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لماذا حصر النبي صلى الله عليه وسلم الغاية أو الهدف من رسالته بتتمة الأخلاق؟ وأشكركم وأعتذر على الإطالة. شكرا فضيلة الدكتور خالد صلاح مدير أوقاف القاهرة. والحقيقة معالي الوزير، أنا بضم صوتي لفضيلة الدكتور أسامة وفضيلة الدكتور خالد في السؤال الخاص بمكارم الأخلاق. عندما نتحدث عن مكارم الأخلاق ونتحدث عن أخلاق الصائمين، ربما يعني يظن البعض أن شهر رمضان مقتصر فقط في فترة النهار، في فترة الصيام، في اتباع أخلاقيات خاصة في هذه الأوقات، ولكن لا يدرك أن هذا الشهر في الليل وفي النهار وفي كل لحظة وفي كل حين فيه الكثير من الخيرات والبركات. هذه هي جزئية. الجزئية الثانية، نتحدث عن أسلوب حياة، عن منهج حياة، عن اتباع هذه الأخلاقيات لنداوم عليها طوال العام. الجزء الثاني، وأنا أيضا أتشارك مع الأفاضل في هذه الجزئية، وهي خطة وزارة الأوقاف. يعني اتبعنا في خطب الجمعة أمور
واقعية، أمور تعايش المجتمع وتعايش الناس، ليست بمعزل أو ببعد عن الناس، ولكنها تحاول أن تأخذ الناس إلى الطريق الصحيح، طريق النور، طريق البصيرة، الطريق المتبع الذي نقتدي به بسيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فكيف الحال معالي الوزير في التحلي أخلاق المسلم من قدوة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام؟ شكرا مستمر لحضرتك. الحقيقة أنا كنت أنوي أن أختم بنقطة يسيرة، لكنني مضطر أن أقسمها إلى قسمين. الأول وهو إجابة سؤال الدكتور خالد وحضرتك، وخاصة لماذا حصل النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب القصر، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هناك روايات، أكثر من رواية للحديث، رواية بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ورواية أخرى بأسلوب الحصر أو القصر، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والقصر في اللغة يفيد الاهتمام، وهو التأكيد على أهمية الأخلاق. وعندما تؤكد بأسلوب القصر كأنك تقول إن الغاية الحقيقية والمقياس الحقيقي هو الأخلاق. فكما ذكر سيادة العميد الدكتور أحمد، إن العبادات تنتهي إلى تكوين أخلاقي، فإذا لم تثمر العبادات أخلاقا سوية، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، ورب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كأنه يقول إن الأمر إذا لم يسمع أخلاقا عليك أن تراجع نفسك، لأن العبادة إن كانت عبادة حقيقية أدت إلى أخلاق مستقيمة. النقطة التي ذكرها الأستاذ تامر أن الصائم يتحلى، الحقيقة في موضوعنا اليوم أخلاق الصائمين يمكن أن نفلسفه أو أن نلخصه في قولنا الصائم يتخلى ويتحلى. الصائم يتخلى ويتحلى. كلمة يتخلى، يتخلى عن كل المعاصي والذنوب والأثام وأهمها عن سائر الأخلاق، ودي البداية اللي جت في قوله تعالى كما ذكر سيادة العميد، يا أيها الذين آمنوا، في قوله تعالى ذكر الآية، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صحيح كلام كثير في التقوى، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد لليوم الرحيل، وأقوال كثيرة للعلماء، لكن بعضهم قال سمي المتقون متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقيه غيرهم. فالتقوى وقاية، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، تتخذون به وقاية بينكم وبين ايه؟ وبين امرين، وقاية بينكم وبين المعاصي، ووقاية بينكم وبين عذاب الله، فان لم تفعل الاولى لن تصل الى الثانية. ولذلك في الحديث يأتي الحديث الصوم جنة، كان بعض شراح الحديث يكتب كده جنة يعني ايه؟ وقاية، وقاية مع التقوى. القرآن والسنة يعني السنة مبينة ومفسرة ومشريحة للقرآن الكريم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصوم وقاية. يأتي الحديث الصوم جنة يعني ايضا وقاية. بعض شراح الحديث يكتبون ايه؟ الصوم جنة اي وقاية من عذاب الله. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول وقاية من عذاب الله لقالها، كان قال الصوم وقاية من عذاب الله، لكن جاء بكلمة جنة على العموم، زي ما الآية لعلكم تتقون، تتقون المعاصي وتتقون العذاب، جنة وقاية من المعاصي فوقاية من العذاب. ولذلك من لم يكن الصوم له جنة أي وقاية من المعاصي عليه بقى أن يقلق من الثانية، لأنك لن تصل للثانية إلا بالأولى.
يبقى ادي الاثنين بيتم الآية والحديث في مصابه جنة وقاية. وقاية وسكت، ما تخصصش انت بلا مخصص. في مرة كده اثنين من العلماء المحدثين قاعدين في من ضمن الادعية، ممكن تقول استغفر الله العظيم، الجملة صحيحة 100%، لكن من ضمن ادعية الاستغفار الثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله في بعض في احدى روايات الحديث، في رواية من الروايات استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، نص الحديث. فديك حب يعني عظم، فاستغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. فصاحبه قال له النبي كان اعلم بعظمه الله منك. لو كان النبي عايز يضيف الكلمه كان ضافها، فلو كان النبي عايز يقول وقايه من عذاب الله او جنه من عذاب الله كان قالها، انما قال جنه ليتسع المعنى. فيبقى هنا الصائم يتخلى، الصائم الحق لا يمكن ان يكذب. انت لماذا صمت؟ الصوم ناتج الايمان. هو في حد مش مؤمن بالله طب هيصوم ليه؟ اذا لم يكن مؤمنا بالله واليوم الاخر يرجو جنته ويخشى عقابه هيصوم ليه؟ يبقى الصوم ناتج الايمان. طيب المؤمن الحقيقي اللي بيدرك ان الله يعاقبه وانه اما الى جنة او الى نار، طيب اذا كان صام صوما حقيقيا خشية لله فكيف يكذب؟ الصائم الحق لا يكذب، لا يأكل حراما اذا كنت قد صمت على الحلال، فمن الحمق ان تفطر على حرام. الصائم الحق لا يغش، لا يخون، لا يخدع، لا يطفف الكيل ولا الميزان، لا يؤذي احدا. المسلم من سلم الناس من لسانه، وتفهم بالك بالمسلم الصائم، وان سببه ما قالش ان سبه، في فرق بين سبه وسببه، ايه الفرق بينهم؟ سبه ممكن هو ماشي كده، هو ماشي راح شتمك وجري سبك وانت ماشي، احيانا واحد جنبك في الطريق شاف منك غلطه يشتمك ويفر، ادي سبك، فانت ممكن ما تطلوش. انما سببه ده واقف على دماغك يستفزك، سبب مفاعلة، انت ما سبتش، ده هو عمال يعني انت تقول الله يسامحك وروح الله يسهل لك يا عم الله يكرمك، وهو مصر على ايذائك. ادي فرق بين سب سب وجاره. انما سبب يعني واقف يستفز، وان سببه احد او شاتمه حاول عمال عايز يجر شكلك، فليقل اني صائم اني صائم. هذا وعد الناس يجي يقول لك سيبه يا اخي اصل ده صايم وخلقه ضيقه، وكان الصيام والعياذ بالله يضيق الاخلاق. الصوم يوسع الاخلاق. ما في واحد عارف زي ما قلنا ايه، المؤمن في المسجد كالسمك فين؟ فرحان بالجامع. التاني يبقى داخل يوم الصلاه يقول لك انا بحب اصلي بره، ليه؟ عشان اول ما اقول التسليمه الاولى اكون في السالك. هنا برضو الصيام، انت حب الصيام ولا انت ملزق وحاسس انك شايل جبل؟ فالجبل ده يقول لك سيبه ينام، اصله ده يا عم سيبه اصله صايم النهارده، وكأن صايم لا يشتغل ولا يقضي مصالح الناس ومتعصب واخلاقه ضيقه مش عايز لا، يبقى ده مش صايم حقيقة. لو صايم حقيقة الصوم لا يورث الغضب ولا الحمق ولا الانفعال، انما الصوم يورث السكينة وطول النفس ويلقي عليك. وخلي بالك انت ممكن بعض الناس في الحر القائظ تلاقي الناس واحد تقول يا اخي مش عارف ده بيصوم في الصيف ده ازاي، زي ما ربنا قال في الصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين. كل العبادات كده مش الصلاة بس، انت رايح الحج محب، مهما تلاقي من مشق الحج انت مستعذبها، والتاني اللي زقه كده مش طايق نفسه. في الصوم انت حب الصيام يا سلام هتلاقي ربنا اعانك، التاني بقى اللي ملزق وكل الى نفسه. فانت اما تلاقي واحد مش مستحمل لاولاده ولا طلابه ولا الناس الصناعيه اللي معاه، يبقى هو عارف ان كده صيامه لسه مهزوز، لانه لو صام بجد هيحب الصيام، ولو حب الصيام زي اللي حب الصلاه، زي اللي حابب الحج، زي اللي حابب قاعد فين؟ في المسجد. يبقى دي اول نقطه من على التخلي.
ثم التحلي بقى. انت عملت تحلي عن ايه؟ القرآن. انت لك ورد في القرآن بتضعفه في رمضان، ذكر الله بتضعفه في رمضان، حتى وانت ما كنتش بتقوم الليل، ده شهر قيام الليل. يبقى التخلي ثم التحلي بقى بمكارم الاخلاق، العفو، الصفح، البر، الصلة، تراحم، واهم ما نحتاج اليه في وقتنا هذا عبادة التكافل. اهم عبادة الناس في حاجة اليها عبادة التكافل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هنختم به حديثي، من فطر صائما فله مثل اجره من غير ان ينقص من اجر الصائم شيء. بعض الناس بيقف ولو بتمره، واقف على الطريق تمره وزازة ميه لو حد على الطريق، ده جهده، لا تستقل هذا الجهد. قد يكون المسافر محتاج هذه التمره ومحتاج بق الميه. طيب انت بقى هل فطر صائما بمعنى الحرفي للكلمه ان انت تجيب الراجل عندك وتقعده، ولا لو انت وديت له انت جنبك جيران وجنبك ناس محتاجين زي ما سيدنا ابو ذر الغفاري كان يقول لزوجته في عن قوله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قال حاجتين سبب السلسله الصعبه دي، لا سببين. الاول انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فكانوا لا نحن مؤمنون والحمد لله، فككنا نصف السلسله بالايمان. انت امنت فطلعت من النص الاول، فهيا لنفك النصف الثاني بالاطعام. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. القصه دي اوعى تفكر اطعام المسكين ده احيانا يتحول الى فرض عين او فرض كفايه. ما امن بي من بات شبعانا وجاره جائع وهو يعلم. طيب الاطعام بقى مش انك لازم تجيبه جنبك هو واولاده، وديله. طيب مش هتوديله شيء مطبوخ، هتوديله شيء يطبخه، حبوب، لحوم، اي شيء وانت بنيه ان الاسره دي افطرها. مش لازم افطره ان اقعده. طيب اديت له فلوس او مبلغ مالي عشان يعيش بيه في رمضان. فافطار الصائم اوسع من المعنى الحرفي، انا فطرت فلان النهارده خد البلحتين وتمسك خد شراب، لا، العمليه اوسع من كده. يبقى الافطار في مفهومه العصري انك تديله طعاما مطبوخا او غير مطبوخ او مال، انك باختصار مفهوم من فطر صائما التوسعه على الفقراء في هذا الشهر، بألا يحتاجوا وألا ينشغلوا. حتى يعني انت عايز الناس كلها، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتفرغ الجميع لطاعة الله فلا ينشغلوا بشيء من المعاش، من أمر المعاش. فمن كان له فضل مال فليجد به على من لا مال له، ومن كان له فضل ماء فليجد به على من لا ماء له، ومن كان له فضل ظهر فليجد به على من لا ظهر له. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان. دي الخاصة الأولى. الثانية، كان جبريل عليه السلام ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن في كل عام في رمضان. فلما كان العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم درسه القرآن مرتين. هذا أوان القرآن، وهذا أوان التكافل والجود والتراحم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يهدينا إلى أحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا هو. وإن شاء الله فاتحة خير أن يمتد هذا الملتقى إلى نهاية الشهر الكريم مع نحو 50 عالما من كبار العلماء والفقهاء والمحدثين طوال الشهر الكريم على قناة النيل الثقافية، سائلين الله أن يتقبل. أيضا معهم نخبة من كبار القراء الذين يحيون صلاة التراويح في كل يوم، بحيث
ونشكرهم على جهدهم المتواصل حيث يأتي القارئ من صلاة المغرب تقريبا إلى هذا الوقت صابرا محتسما ومعهم المبتهلون. نسأل الله أن يتقبل من الجميع، وكل عام وأنتم جميعا بكل خير. وفضلتك بألف خير صاحب الرعاية الكريمة لملتقى الفكر الإسلامي فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كما نقدم الشكر أيضا لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر الشريف. وفي ختام هذه الليلة المباركة والليلة الأولى من ملتقى الفكر الإسلامي والذي حظي بافتتاح معالي الوزير دكتور محمد مختار جمعة، نقدم كلمة أخيرة: اجعل بينك وبين الله باب مفتوح، واجعل في هذه الأيام المباركة يعني نفحة تتقرب بها من الله عز وجل، اجعلها خبيئة ربما تكون بكلمة صالحة، بجبر الخواطر، بشق طمرة، ولكن كن دائما مع الله وتقرب من الله عز وجل، وكن دائما في صالح العباد حتى تنول رضا رب العباد. أترك حضراتكم مع الابتهال وفضيلة المبتهل الشيخ محمد السهاجي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وتقبل صيامنا وصلاتنا واحفظ مصرنا يا رب. رمضان بالخير العميم أتانا هو منحة الرحمن في دنيانا. رمضان بالخير العميم أتانا هو منحة الرحمن في دنيانا هو نفحة من عند ربك للدنا تلقى الوجود إذا أتى مزدانا. خير الشهور خير الشهور ففيه أفضل ليلة الله فيها نزل القرآن. اسمع ما قال الله جل جلاله أقواله جاءت
لنا تبيانا كتب الصيام عليكم كتب الصيام عليكم فلعلكم بالصوم يوما تبلغون تقانا والله في آي الصيام يدلنا والله في آي الصيام يدلنا أن الإله سيستجيب دعانا فإذا سئلت أيا محمد من أنا فأنا القريب أجيب من نادانا الصوم جنة من يصوم الصوم جنة من يصوم وحافظ من كل شيء يغضب الديانا الصوم نصف الصبر قال حبيبنا الصوم نصف الصبر قال حبيبنا والصبر هذا يشطر الإيمان يا رب يا رب فاقبل من عبادك صومهم وكذا الصلاة وثقل الميزان والتمح يا رب بل وراء أخطاءنا والتمح يا رب بل وراء أخطاءنا واغفر إلهي ما جنته يدانا رمضان شهر الصوم أكرم زائر والخير ينشر حوله ألوانا رمضان شهر الصوم أكرم زائر والخير ينشر حوله ألوانا فيه اصطفى الرحمن أحمد رحمة رحمة للعالمين ونزل القرآن أوحى إليه قرأ ولم يكن قارئا سبحان ربي علم الإنسان
اللهم صل وسلم وبارك عليه. عليه أفضل الصلاة والسلام. فتح الله عليكم فضيلة الشيخ محمد السهاجي. والحقيقة عندما يعني نحضر هذا اللقاء المبارك في ثاني ليالي شهر رمضان المبارك ونحن في رحاب سيدنا الحسين، نقول دائما لآل البيت: عز لا يزول وفضل لا تحيط به العقول. كل عام وحضرتكم بألف خير. ونكرر التهنئة والشكر المعالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.